هي ليست النهاية، إنما نقطة للتهدئة. 25 من أكتوبر ذكرى يعيشها العراقيون كل عام، فهو يوم قال فيه العراقيون كلمتهم بوجه الأحزاب الفاسدة. هذا العام ربما لم تكن بالحضور المألوف لأسباب كثيرة، أهمها محاولة للتهدئة وعدم السماح باستغلال هذه الثورة العراقية لأغراض سياسية. فلو أراد العراقيون الأحرار إحياء الذكرى لما لقوا ساحات الاعتصام. اليوم الشعب العراقي يعرف أنه الذكرى الثانية لانطلاقة أنه المظاهرات التشرينية يوم 25/10/2021. لأول مرة نلاحظ أنه المتظاهرين غير موجودين. الأسباب عقلانية والتشرينين يريدون مصداقية على الحضور، لأن هذا الحضور لا سمح الله بهذا اليوم إذا لو كانوا حاضرين يأجج الوضعية، يأجج الموقف. لكن شجاعة المتظاهرين وصدقهم وولائهم للبلد خلاهم ما يحضرون، لأن إذا أرادوا الحضور فبإمكانها مئات الألوف تمتلي هذه الساحة. ثورة تشرين هي ثورة مستمرة ولا تنطفي شعلتها إلى الأبد حتى تحقيق المطالب المشروعة للشعب العراقي كافة. من حضر إلى ساحة الاعتصام كان لتأييد الموقف وتفكير الفائزين في انتخابات تشرين ممن اختارهم الأحرار أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يوفوا بعهدهم الذي قطعوه للعراقيين. حقيقة من هذا المكان ومن قناتكم الكريمة ندعو من الذين وصلوا إلى قبة البرلمان من شباب امتداد وغير امتداد اللي هم أيضا من ساحات الاحتجاج أن يكونوا على مستوى المسؤولية والوطنية والإنسانية والشرعية والأخلاقية ولا ينسوا تضحيات أبناء تشرين وبقية ساحات الاحتجاج. المستقلين اللي طبوا باسم تشرين لازم تفيدون الشعب، الطبقة الشبابية عينها عليكم، احنا متأملين بكم خير. تأهب أمني كان حاضرا في ساحة التحرير في بغداد تحسبا لأي محاولة لإثارة الشغب ممن لا يمثلون متظاهري تشرين، والتعاون ممن حضر من المعتصمين كان جليا. في ذكراها الثانية تظاهرة 25 من أكتوبر سجلت موقف الوعي في عدم التأجيج، فتأجيل تجديد التظاهرات كان لتهدئة الشارع بعد فترة كان فيها التوتر واضحا. من ساحة التحرير في بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.